حصر الحسنات، حكاية قطر ونادي كأس العالم 2022 قطر كانت ضيوف رائعة لكأس العالم 2022 التي أقيمت في الشهرات القطرية السنوي. لعب الفريق المحلي، الأخضر، دوراً مهماً في الاحتفال الرائع بالسنة العالمية والمشاركة الوطنية في التنظيم والتنظيم التفضيلي لمعرض كأس العالم 2022. ومن بين الاحتفالات الرائعة خلال ذلك العام الرائع كان الاستقبال الترحيبي والذي وقعته الشعب الشكل المتحدثين القطريين كصورة من الريبيين هاوس بريتاليتي أن كرتسي كان الشعب هو الذي يحافظ على التلاميذ الأكثر فوضى في البلاد من أجل استقبال الضيوف الطيبين من جميع أنحاء العالم أثبتت الشعب المناسبة التي ذكرت لكأس العالم الجديدة في قطر للراحة الرفيعة كما كان الاستقبال الأرواحي الذي يرحب بضيوفه ولكن الحسنات لم تتوقف عند ذلك بل تم تشجيع الشعب الإماراتي لتلاميذهم بشكل رائع لضيوف التنظيم العالمي تمكن الشعب الإماراتي من استقبال العشاق في هذه الظروف الرائعة للمشاركة في الحفلات التي كانت تستمد رؤية قطر في كأس العالم 2022 وإليك الأمل القطري لاقتصاد أفضل والثقافة الأخلاقية المتعددة ومحافظة على مظهر الحياة الرومانسية خلال العام القطري الأخير الواقع في الدول الخليجية وبذلك ينتظر أن تمضي نصف الجزء الثاني من نشاط كأس العالم 2022 في قطر بالحسنات الوطنية العظيمة من الشعب المحبوب.